اختفت الفنانة عبلة كامل عن الوسط الفني والجمهور، والكل بيسأل يا ترى ايه السبب، وفي اللي قال دي خلاص اعتزلت التمثيل، وفي اللي قال عندها تعب خطير. عبلة كامل طول عمرها بتحب تكون بعيدة عن الاعلام، وما طلعتش ردت على اي حاجة من اللي اتقالت عليها، بس القريبين منها طلعوا ونفوا الكلام ده، وقالوا انها فضلت انها تكون قريبة من ولادها وعيلتها، وخصوصا بعد ما كبرت في السن. ولما سألوا نقيب المهن الموسيقية اشرف زكي قال ده قرارها، واكد انها قالت له انا زهقت وتعبت، وحاول يكلمها بس ردها اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ووضح انهم كانوا ناويين يكرموها في مهرجان الدراما الاولى، وقالت له خلينا في دورات جايه انا مش مؤهله دلوقتي. ووضح ابو ولادها الفنان احمد كامل سبب بعدها عن الفن، وقال دي الحياه والايقاع المجهد بقى مش مناسب ليها، وممكن بعد شويه لما تلاقي نفسها متحمسه ترجع تاني تشتغل. وعبلة كامل على عكس فنانين كتير بيجروا ورا الشهره والظهور، فنانه دايما بترفض الظهور الاعلامي، وحتى لما كانت بتظهر كانت بترفض تتكلم عن حياتها الشخصيه وبتتكلم بس عن اعمالها، وده خلاها ليها غموض وسحر خاص بيها.